عندنا سؤال انه اوجد الدومين والرينج للدالة f of x تساوي 2x ناقص 3 على x تربيع. القاعدة اللي عندي هسه هنا لإيجاد مقدار قيمة الدومين، اولا الدالة هي دالة كسرية، اذا احدد القيمة اللي تخلي المقام يساوي صفر، فبالتالي قيمة المقام تساوي صفر متى ما يكون عندي مقدار قيمة x يساوي صفر. فبالتالي نقول انه الدومين للدالة هو all x ما عدا قيمة x تساوي صفر. هسه هذه بالنسبة للدومين. حتى احدد الرينج مالت الدالة اعيد كتابة الدالة بصيغة x تساوي f of y. فهسه من هذه المعادلة اقول y تساوي 2x ناقص 3 على x تربيع. زين من عندها راح يكون عندي y x تربيع تساوي 2x ناقص 3، او y x تربيع ناقص 2x زائد 3 تساوي 0. هسه هنا بدك تنتبه على نقطة، هذه المعادلة هي معادلة تحولت إلى parametric equations مكتوبة بصيغة AX تربيع زائد BX زائد C تساوي 0. مقدار قيمة الـ A تساوي الـ Y، ومقدار قيمة الـ B تساوي سالب 2، ومقدار قيمة الـ C تساوي 3. إذن هسه هذه راح أحلها باستخدام الدستور. تخلي هنا القاعدة اللي عندي إنه مقدار قيمة x تساوي ناقص b ناقص زائد تحت الجذر b تربيع ناقص 4ac على 2 في الاي. هذا القاعدة. هسه خلي انتبه على نقطة، الجاي نتعامل احنا وياه من مع ريال نمبرز، فبالتالي الشرط اللي عندي انه هذا المقدار اللي تحت الجذر يجب ان يكون هو اكبر او يساوي صفر. اذا راح اشتغل على هذه القاعدة، اقول انه يجب ان يكون عندي مقدار قيمة البي تربيع ناقص 4 اي سي هو اكبر او يساوي صفر. اعوض بالقيم، يعني اعوض بمقدار قيمة البي، البي هو ناقص 2، يعني ناقص 2 تربيع ناقص 4 في الاي اللي هو الواي، في السي اللي هي 3 يجب ان تكون اكبر او تساوي صفر. هذه راح يصير عندي 4 ناقص 12 y اكبر او يساوي صفر، او انه الاربعة اكبر او يساوي 12 y، او من ادهم انه y 4 على 12 هي اكبر او تساوي للواي، ومن ادهم راح يكون عندي 1 على 3 اكبر او يساوي الواي. اذا شنو صار عندنا؟ انه بالنسبة الي الرينج هو كل قيم الواي اللي يكون بها الواي هو أقل أو يساوي 1 على 3. من هذا المعادلة شو نقصد؟ يعني واي هو أقل أو يساوي إنه 1 على 3 لتحقق لي هذه المعادلة، وبالتالي إذا أنا الرينج مالتي هو راح يكون هو كل قيم الواي اللي هي أقل أو تساوي إنه 1 على 3. زين إذا هسه هنا أقول إذا بالنسبة للدومين مثل ما حددنا هو all x except x تساوي 0، هذه بالنسبة للدومين. وبالنسبة للرينج راح يكون هو all y اللي هي شو تكون بها أقل أو يساوي لي من 1 على 3.